من ثم تطور إلى مدرسة الخواجة ومدرسة العدوية. نعم. طب يعني كيف بدأ تأثير هذه اللغة على الطالبات، خاصة وأنها لغة جديدة؟ يعني من أين كانت البداية، ولأي المراحل الدراسية كان الاستقطاب واضح لهذه اللغة؟ نعم، طبعا تدريس اللغة الفرنسية، إحنا في تدريس اللغة الفرنسية هذا المادة للطلاب صف سابع ثامن تاسع عاشر، نعطيهم مادة اللغة الفرنسية. طبعا هي مادة اختيارية بديلة لمادة الصحة. في نهاية الصف السادس للطالبات نقوم بعقد اجتماع أنا والإدارة مع الطالبات ومع الأهالي بشرح آلية تدريس اللغة الفرنسية، ومن خلال شرح آلية التدريس الطالبة وأهلها بيكونوا عندهم القدرة على اختيار مادة اللغة الفرنسية أو الصحة. طيب. فهي مش مادة إجبارية، مادة اختيارية. طيب أستاذي سلمى، يعني قبل لا نروح لماجدة، بصراحة الإنجليزي ويا دوب يكون فيه رغبة، فما بالك ندخل عليهم عنصر الثالث وهو اللغة الفرنسية؟ كيف كان تقبل الطالبات ومدى القبول نحو هذا الاتجاه؟ بالعكس، تقبل الطالبات عندنا كتير حلو نظرا لما نتبعه نحن في تدريس اللغة الفرنسية من أساليب بعيد عن الطابع التقليدي التلقيني. نعم. إحنا في تدريس اللغة الفرنسية بنسعى على التدريس بطابع يعتمد على النشاطات، على المهارات التفاعلية، المناهج التفاعلية، إشراك الطالبات في مسابقات، في أنشطة، نظام بعيد عن الطابع التلقيني. ووجدت في البداية كانوا البنات عندهم بعض الخوف، بعض الارتباك من دخول اللغة الفرنسية، لكن هلأ يعني بيستمتعوا كتير باللغة الفرنسية وعندهم حب كتير. وأكبر مثال لذلك طالباتي ماجد آسيا من المتميزات. نعم. في اللغة الفرنسية. يعني إحنا أكيد رح نتحدث عن الإسقاطات الإيجابية للغة الفرنسية مع اللغة الإنجليزية مثلا أو حتى ممكن العربية، لكن رح نروح لماجدة. يعني بدأت تعلم اللغة الفرنسية ممكن منذ بداية المشروع في المدارس، حدثينا عن تجربتك أكثر. أول إشي أنا اسمي ماجدة آسيا، عمري 16 سنة، ساكنة بطول كرم. طبعا أنا بلشت أتعلم لغة فرنسية من الصف الرابع في مدرسة القدس للصف السابع، بعدين كانت اللغة الفرنسية اختياري بينها وبين الصحة والبيئة، فأنا اخترت اللغة الفرنسية وكملت مدرسة الخواجة صف 8 والتاسع وعاشر، وحاليا أنا هسه بمدرسة العدوية أول ثانوي بأخذ فرنسي. طبعا بصف تاسع قدمنا احنا امتحان فرنسي اسمه دلف، هو امتحان عالمي، قدمت المستوى الاول منه وجبت علامه عاليه واخذت شهاده، يعني انا جبت علامه عاليه. وبصف عاشر قدمت المستوى الثاني من امتحان الدلف وجبت علامه عاليه. هسا انا لما قدمت المستوى الثاني من امتحان الدلف انه انا كنت اطمح انه اجيب علامه عاليه، بس ما كنت متامله انه راح اجيب علامه عاليه راح تخليني اطلع منحه اروح على فرنسا، يعني ما كنت متوقع اكون من الطالبات اللي على مستوى فلسطين اللي راح يطلع على فرنسا. فكنت زي الطالبات، طلعت على نابلس قدمنا الامتحان، قدمت الامتحان عادي وروحت يعني عادي. وكان الامتحان طبعا ده يومين، يوم كان كتابي ويوم حكي شفوي. طب الشهاده اللي حصلتي عليها والمستوى اللي وصلتي له ماجده، يعني ايش المميزات اللي بيعطيكي اياها؟ طبعا أول إشي إنك تعرف لغة جديدة، هذا كتير بيساعد بالمستقبل إذا بدك تشتغلي إشي بالسي في، بالسيرة الذاتية. كل ما زاد عدد اللغات اللي بتعرفيها بزيد من فرصة قبولك للعمل معين. كمان هاي الشهادة اللي أنا أخذتها الامتحان الدلف يعني امتحان عالمي، فإذا كان بدهم يعطوا منحة لطلاب جامعة إنه يدرسوا برا في فرنسا أو دولة تانية، رح يعطوا الأولوية للطلاب اللي معهم شهادة الدلف، لأنه هي معترفة فيها بجميع الجامعات وبيقبلوا اللي بياخذوا امتحان. طب ماجدة، يعني ما بين الإنجليزي وما بين اللغة العربية وندخل على اللغة الفرنسية، ويعني متاهات شوي الكمسة كمسة هذا اللي دائما نحكي عليها، بصراحة شو الدافع الأكبر؟ هل هو فقط تعلم لغة جديدة، ولا الهروب مثلا من واقع لغة إنجليزية الكل بيشوفها صعبة؟ إيش الأسباب اللي بالفعل كانت دافعة لك بهذا الاتجاه؟ انا طبعا من انا صغيرة بحب أتعلم لغات جديدة، يعني انا اصلا كنت بحكي عربي وإنجليزي وروسي، فانه لما عرفت انه في بعلم اللغه الفرنسيه كثير حبيت انه اتعلم اللغه الفرنسيه. وانا يعني انه كثير سهل بالنسبه لي اتعلم اللغه الفرنسيه، لان كثير بعرف مثلا مفردات باللغه الروسيه او الانجليزيه وبكون هم نفس المفردات باللغه الفرنسيه، فكيف بربطهم مع بعض. يعني بربط اللغات مع بعض، فهذا كثير سهل علي انه ادرس اللغه الفرنسيه.
يعني يعني في الميول والرغبة هذا من أحد العوامل أستاذة سلمى لحتى الطالب أو الطالبة يتقبلوا موضوع الانخراط في لغة جديدة. لكن إذا بدنا نحكي عن تأثير هذه اللغة على مثلا مادة اللغة الإنجليزية وكيف ممكن يستفيدوا، بالإضافة إلى أنه هل بالفعل كان التحصيل عالي، يعني النتائج كانت بالنسبة لكم مقبولة للطالبات اللي تم استقطابهم في اللغة الفرنسية؟ بالنسبة للتأثير اللغة الفرنسية على اللغة الإنجليزية هو تأثير إيجابي، لأنه إحنا بتدريس اللغة الفرنسية بنعمل على تطوير مهارات إتقان اللغة، فكل ما بقى كانت الطالبة شاطرة عنا متميزة باللغة الفرنسية هذا بيأثر عليها إيجابي باللغة الإنجليزية. بالنسبة لامتحان الدلف اللي هو الامتحان المستوى اللي بيأدوا فيه الطالبات، هذا امتحان مستوى عالمي معترف به دوليا على العالم. هذا الامتحان بأدوا الطالبات في نهاية الصف التاسع والعاشر، إحنا بنأهل الطالبات وبندربهم ليجتازوا هذا الامتحان. لما تنجح فيه الطالبة بتحصل على شهادة في هذا الامتحان بتثبت لجميع الدول المعترفة معترف لأنه عالميا إنها معاها مستوى لغوي. هاي الشهادة فائدتها في المستقبل إذا ممكن، يعني إذا تدرس فرنسي ومش شرط الكل يدرس فرنسي بتفيدها، ممكن مثلا في المستقبل بدها تحصل على منحة في فرنسا، منحة ماستر أو دكتوراه، الجامعات الفرنسية بيكون لها حق الأولوية من خلال هاي الشهادة لأنها تعتبر كشهادة لغة. نعم. فإلها كتير فائدة هاي الشهادة للطالبات. طيب للبيئة التدريسية والأسلوب التدريسي في صعوبات، في ممكن إنه توصيات نحو تطوير اللغة الفرنسية في مدارسنا؟ احنا طبعا بالنسبة للتوصيات اللي احنا من نعملها انه يكون في عنا مراكز، عنا في طول كرم مراكز لغوية تعمل على تشجيع وتطوير اللغات بغض النظر فرنسي او انجليزي، يعني توجد الطالبة فرصة لممارسة اللغة لتطويرها. كمان ممكن في مجتمعنا المحلي المكاتب المكتبات يتزودوا في كتب او قصص باللغة الفرنسية اللي تساعد الطالبات على انه يقرؤوها. وبالنسبة لإحنا لآلية تدريسنا باللغة الفرنسية زي ما حكيت سابقا انه احنا نعتمد على الاسلوب التطويري، المناهج التفاعلية بعيد عن الاسلوب التلقيني، يعني احنا كمعلمين للغة الفرنسية نسعى على ايجاد طالب مستقل معتمد على نفسه، لانه اي طالب عندنا في المدرسة ممكن بده يدرس عربي يكون له مرجع بالبيت، رياضيات له مرجع بالبيت، اما اللغة الفرنسية ما في حدا يدرسه فبدي يكون كل اعتماده على نفسه. فإحنا من الأهميات اللي إحنا بنتبعها إيجاد طالب معتمد مستقل ذو شخصية. نعم. مستقلة. طب هون أستاذة سلمى يعني في نقطة بخصوص الأهالي وتقبلهم لتعليم وتعلم أبنائهم اللغة الفرنسية، خاصة أنت ذكرت أنه اللغة الإنجليزية واللغة العربية قد يكون هنالك مراجع في المنزل، لكن الفرنسية تعتمد بشكل كلي على الطالب نفسه. بالزبط. طب كيف كان تقبل الأهالي أنه طالبات يروحوا على منحة آخر بتعلم اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى أنه يعني قديش في خلينا نقول إيمان بالنسبة للأهالي أنه ممكن يستفيد من تعلم اللغة الفرنسية؟ لأنه إحنا بنعرف أنه اللغات بشكل عام هي ممارسة. أكيد. إذا لم تمارس فيعني تعليمها قد يذهب يتلاشى شيئا فشيئا. أكيد. طبعا إحنا كمعلمين طلبنا من الأهالي هو الدعم والمساندة لطلابنا. ما بنطلب منهم لا يدرسوهم ولا إشي، لأنه طبعا هم ما معهم المستوى اللغوي، فاعتماد الطالب فقط بده يكون على الحصة الدراسية، على الحصة الصفية، واعتماده على نفسه. فبده يكون هذا إشي كتير كويس لإله الطالب إنه يستقل يعتمد على حاله. فإحنا اللي بنطلب من الأهالي اللي هو الدعم والمساندة لأبنائهم، وبالنهاية مثل ما بنحكيها الطالب الشاطر شاطر. صحيح. يعني أي مادة يجي يدرسها الطالب بالبيت لا يدرسها لا يفتحها لا يتابعها، بالتالي ما بده يحصل على المعدل أو العلامة اللي هو برغبها. كل إشي بالمثابرة بالدراسة بالمتابعة بيحصل عليه الطالب. طب ماجدة بالنسبة للوقت وممارسة اللغة خارج الغرفة الصفية، كيف كنت تشتغلي على حالك تطوري من حالك؟ طبعا أنا من لما بلش عرفت إنه في امتحان دلف، طبعا بالأول كنا ندرس عادي يعني إنه فرنسي نروح على البيت ندرس يعني نتابع كل يوم، بس لما عرفت إنه في امتحان رح نقدمه حاولت أشوف كل الطرق إنه كيف ممكن أطور اللغة الفرنسية. فإنه كنت كتير أحضر أشياء على اليوتيوب باللغة الفرنسية، أقرأ أشياء كتير إنه أتعلم على كلمات، أتعلم إلى كلمات جديدة، أحضر قنوات فيها برامج فرنسية وفيها ترجمة، يعني بحاول أربط الكلمة مع الترجمة يعني أعرف كلمات جديدة. طبعا الواحد يعني برضو مش إنه يدشر اللغة مثلا أسبوع بعدين أو شهر بعدين يريد يرجع، لازم يعني إنه لو عشر دقائق في اليوم عشر دقائق يعني يتعلم أي إشي جديد
يعني كل يوم لازم، يعني انه قليل مستمر احسن من كثير منقطع. طيب ماجدة، يعني شو طموحك في، هل هنالك يعني استمرارية في تعلم اللغة الفرنسية، ام يعني الاكتفاء بالانتهاء من مشروع برنامج تعليم اللغة الفرنسية؟ طبعا انا لاني بحب اللغات كثير، يعني حابه انه بعد ما اخلص توجيهي انه حتى لو اتعلم كمان لغه جديده، يعني انا يعني حابه اتعلم كمان اللغه العبريه اضمها للغات، بصير انا معي 5 لغات واطور من اللغه الفرنسيه، ويعني بحب انه يضل عندك المام في لغات اكثر. بالضبط، يعني يا ريت هذا النفس موجود. 5 لغات، احنا عربي انجليزي وشويه فرنسي عند وفاء. يعني شويه فرنسي شويه كلمات استاذه بسلمى ما قدرتش موجوده مش مجال كوبسه استاذه سلمى، يعني اكيد في هذا اللي احنا بنشوفه الانجاز وتمثيل فلسطين. بالزبط. يعني ماجده وايضا هنالك طالبه اخرى اسيل بستامي، صحيح؟ بحب اوجه لها تحياتي لانها من الطالبات المتميزات المجدات، هي طالبه من طالبات مدرسه العدويه اللي حصلوا على اعلى المعدلات على مستوى منطقه الشمال، ماجده اسيا واسيل بستامي، وكانوا من اعلى المعدلات طول كرم، حصلت على المرتبه الاولى. طبعا هذا انجاز لنا ولمدينه طول كرم، والتحقوا بدورة تدريبية لما يأدوا هذا امتحان الدلف، كان في مكافأة من القنصلية ومن وزارة التربية انهم يعطوهم دورة تدريبية كسفرة الى فرنسا، كدورة تدريبية لمدة 2 أسبوع بيروح الطالبات عليها، بيختاروا 12 طالب من فلسطين بمثل فلسطين، بيلتحقوا بهاي الدورة الفرنسية، بتعمل على تطوير من لغتهم بشكل كبير، تبادل لغوي، بيستفيدوا كتير منها. طبعا بترككم مع ماجدة تحكي عن مدى استفادتها من هاي الدورة. كيف كان التعايش؟ يعني اكيد وضع مختلف جدا. احنا طبعا احنا كنا 12 من فلسطين، 9 من الضفة الغربية و3 من القدس. طبعا هناك كيف احنا كنا، يعني ما كنا مثلا عايشين باوتيل او شيء، كل بنات كانت في عائله، يعني انه عشان بنخلينا يعني شو الشيء اللي استفدنا منه انه احنا كنا بعائله فرنسيه. هسه لو احنا كنا مع بعض مثلا باوتيل انه نحكي مع بعض بالعربي، يعني ما راح يعني ما راح نحكي مع بعض بالفرنسي. فانه انا مثلا المره اللي كنت ساكنه عندها كمان معي كانت واحده مكسيكيه، يعني مكسيكيه بتتعلم فرنسي، فانه تعرفت على ثقافه البنت المكسيكيه اللي كانت معي، وتعرفت على ثقافه الفرنسيين، وكمان انا عشان انا بضطر ان احكي معها بالفرنسي، فكنت ادور دائما ادور انه عشان اعرف يعني اذا في كلمه مش عارفها ادور عليها على الانترنت او اسال حدا، انه عشان بدي انا مضطره ان احكي معهم بالفرنسي. صحيح. طب قديش يعني احيانا طبعا عدم الالمام الكامل في اللغه بيعطي تحدي وحافز انه لا انا بدي اتعلم اكثر من الكلمات لحتى استطيع التواصل والاتصال مع هذه العائله اللي انت تعايشتي معها؟ قديش في بعض الاحيان يعني نسيان بعض المصطلحات او عدم معرفتك لهذه المصطلحات اعطاكي تحدي وحافز اني انا بدي اتعلمها؟ استمر. بالضبط، يعني احنا كمان هناك انه معروف احنا يعني احيانا في بيكون ناس ماخذين عنا فكرة انه مش عن فلسطين هيك، فان انا ما بحبش حدا يعني يحكي اشي مش منيح عنا، فان انا كنت دائما انه بحاول اوصل فكرة لكل اللي هناك الاجانب واللي جايين الجاليات اللي من كل العالم، احاول اعرف كل الكلمات كل المفردات انه اوصل فكرة المنيحة عنا لهذا للجنسية الاخرى بشكل عام. نعم. طيب يعني ماجدة، تجربة كانت في إحدى التجارب طبعا، لربما إن شاء الله سيكون هنالك إرسال متفوقات أخريات. طب أستاذة سلمى، يعني كل هذا هو نتاج جهود مجتمع، يعني حدثينا أكثر عن طبيعة الشركاء في هذا التعليم منهاج اللغة الفرنسية، سواء على كيف توفيرات البيئة المناخية المناسبة في المدرسة من معلمات من مديرة، بالإضافة أيضا ربما مؤسسات. أكيد طبعا تدريس اللغة الفرنسية زي ما حكيت لك هو طابع غير تقليدي، فبالتالي بدنا يكون مساعدات ومساهمات من مجالات أخرى. طبعا أنا بشكر إداراتي 6 عندليب و6 ختام بركات لما يبذلوه وبذلوه من جهود دائمة لمساندتنا ولمتابعتنا، يعني بوفروا لنا جميع الأشياء اللي إحنا بنطلبها. كمان تدريس اللغة الفرنسية بيعتمد على الأنشطة، نشاطات منهجية ولا منهجية، بالإضافة إلى وسائل التكنولوجيا من إنترنت، من عروضات تقديمية ممكن أنها تقدمها الطالبات، إشراك الطالبات في مسابقات على مستوى المدرسة وعلى مستوى الوطن اللي هي مثل مسابقات الفرانكوفوني،
اللي هي هاي مسابقات تربوية عبر الوطن، بتم من خلالها الطالبات عرض عروضات مسرحية قصائد باللغة الفرنسية. بتتخيليش شو إلها أثر إيجابي في تطوير لغتهم للطالبات. بالإضافة ممكن إنه إحنا في بعض المدارس بتيجي إشي عنا اسمه المكتب المتنقلة، هاي بتيجي على مدارسنا فرنسيين بيعملوا على تبادل ثقافي للطالبات، بعطوهم كتب قصص بيقرأوها الطالبات، بيعملوا لهم أنشطة باللغة الفرنسية، فلما يتعاملوا الطالبات مع فرنسيين ما بتتخيل الأثر الإيجابي عليهم ممارستهم للغة. وهنا بالتأكيد يعني أهم نقطة اللي بنرجع بنحكي فيها هي الممارسة، وقديش نوع التعليم وأسلوبه ونشاطاته بتدعم هذه الممارسة، قديش احنا بنتلقى النتائج والرغبة إيجابية. الكبيرة أكيد. للآخرين حتى انهم يندمجوا في مثل هذه اللغة. خلاص نسجل؟ خلاص بونجور. اجمالا اكيد تعلم اللغات بشكل عام هو مثل ما سبق وقالت الأستاذة سلمى، هو يخلق شخصيات ويعطي المزيد والمزيد من الخبرات الحياتية. ربما هنالك كلمة لماجدة في شكر لأي من الجهات اللي ساعدتك في تعلم اللغة الفرنسية؟ طبعا انا يعني دائما انه ممكن اسلوب المعلمه انه هو بيجذب الطالبات انه يحبوا الماده او الشيء معين، يعني الشيء اللي بيحبوا يدرسوه. فانا انه كان معلمات كتير يعني اسلوبهم كتير جاذبني الى الحصه ولتعلم اللغه الفرنسيه، فبشكر معلماتي ست سلمى وست مرح، وطبعا المديره كانت كتير داعمتنا عشان نطور اللغه وعشان نجيب علامات عالية بالامتحان، وبشكر مدير ست ختام. وطبعا هسه أنا بالعدوية والمديرة كمان ست ماجدة كوباج داعمتنا كتير باللغة الفرنسية وموفرت لنا كل الاحتياجات والظروف اللازمة عشان نتعلم هاي اللغة. أكيد البيئة المنزلية الأهل. بالضبط بالضبط. بشكر أهلي طبعا إنهم مستحملين أنا أضل أحكي بالفرنسي في البيت و اتعرف على كلمات جديده وهيك، بشكرهم لانه شجعوني انه حطوا في الحافز والدافع انه اجيب علامه عاليه يعني كان هم دائما حاكين لي انه انت راح تجيبي علامه عاليه وانك انت راح تسافري، انه حاطين في ايمان انه انا اللي راح اجيب علامه عاليه. واثقين اكيد واثقين بقدراتها وامكانيه تعلم اللغه الفرنسيه. كلمه اخيره الاستاذه سلمى. بحب اشكركم انتم تلفزيون الفجر الجديد لانكم فسحتوا فرصه لنا لنحكي عن مشروع تدريس اللغه الفرنسيه. بشكر زميلتي مرح أبو خرمة اللي هي داعمة دائما إلي ولا إنجاح هذا المشروع، مديراتي كل الشكر والتقدير إلهم ست عندليب القب وست ختام بركات. كمان بدرس بشكر عفوا مشرفتي مدام منار العكر ومن مديرية التربية والتعليم الداعمة إلنا دائما ست هالة عزوني، وألف شكر إلكم ويعطيكم العافية. شكرا لكم. أكيد الأستاذة سلمى عودة مدرسة اللغة الفرنسية في مدرسة الخواجة والطالبة ماجدة آسيا، شكرا جزيلا لكم لتواجدكم.